رئيس الوزراء هادلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد أيها الشيخ دبات هذا دعدي عدي كدن بيسي شرع قلالة تيكسان أيو رئيس الوزراء هو حاو حالي صوصار ايوار مرتيا دوك قحضي دبات هذا دلك إثيوبيا كدعدي واي دد بذن يكون فوايين ماركو ري وحان دون ايا انان اذي نو ذاق مروغ ذا ايا تيران يدا دد كي نفتو ذاكو اي ربشا دي همال مهاني كسعود قيبا كام ذا دلك إثيوبيا دبات هذا نصو فوصار تيسي ديانو حاكمين لحين هادي عند مانتين اسكا كاشن حاكا يمن كتوا دري مكرتان خطرت يا فالحمدا ايلا دهي وحال اسكو داي ربشدها دعاي ان لغا ديغو كوا قبيل يا دين كوسليسان وحانا هلكاسي سي اد لوغا نحوغ نفواي دد اد وبدن ان كاستو انو كحنا هاي ديب كدعاي يا خسارها نف يا مال بل هي كدعاي هدانا وحانو اوغنا هاي انو شعب كدلك ايتوبيا هاي شعب اد وينو دلقاد بدن وحان ارغني دد كريستانا ومساجدد ان لغوبا ديدنا oo ka soo horjeeday oo qaar kood ay naftoodaba ku waayeen in dad muslimiina oo iyaga kaniisadaha in la oo iyaga kaniisadaha in dib loo geysto difaacayay sida oo kalena dad badan ayaa naftooda qaaliga ah ku waayay iyaga oo doonayay inay badbaadiyaan dad lagu beegsan iyo qabiilka ay ka dhasheen arrimahan oo dhan sababta ay noogu dhacayaan waan garanayna hadii xitaa aan la kulana caqabado kuwan ka balaadhan marnaba kama weecanayno tubta aanu cagta saarnay wax kasto caqabada xono istaagta wadadeena ayaan ka weecineyna socodkeena waanu sii wadaneyna Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Warka Star TV.